السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة زهرة شانيل، ونتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. واليوم إن شاء الله غنشارك معكم واحد الوصفة اللي يمكن لكم تحضروها للعشاء. غنشارك معكم كفتة مشوية في الفران، كتجي النكهة ديالها بحال شويتوها على الفاخر. خليكم معايا، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. وفي المكونات غادي نحتاجوا الكفتة الكمية حسب عدد الأشخاص، كمون، سكنجبير، تحميرة، خرقوم بلدي، ملح، إبزار، قزبور مقطع، وغنحتاجوا لربع ديال بصلة مشلض، وغنحتاجوا بصلة مقطعة على شكل دوائر ومطيشة مقطعة على شكل دوائر، والزيت. صافي، هنا كناخذوا الكفته، كنضيفوا ليها هاد التوابل اللي عندنا مع الملح والقزبر مقطع. صافي، من بعد كنضيفوا واحد معلقه كبيره ديال الزيت، وكنضيفوا بصله مشلضه، تكون مشلضه رقيقه. من بعد كنخلطوا هاد المكونات ديالنا مزيان، وكنخلوا هاد الكفته ديالنا على جنب تقريبا واحد ساعتين على الاقل. هنا كناخذوا الصينيات الفرن، كندهنوها بشويه ديال الزيت، وكنستفوا فيها دوك الدوائر ديال البصله. وكنضيفو من فوق منهم القطع ديال المطيشه، حتى هي مقطعه على شكل دوائر. صافي، كنضيفو واحد رشه من الملح والابزار، صافي. وهنا كناخذوا الكفته ديالنا، كنشكلوها على شكل سيجار، وكنحطوها في الصينيه ديال الفرن. غنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه ديال الكفته اللي عندنا. ويمكن لكم ديروها حتى على شكل كويرات صغار، الشكل كيبقى حسب الاختيار ديالكم. صافي، هنا من بعد ما ساليت الكفته غادي ندخلوها الفران، كنشعلو عليها لتحت حتى طيب. من بعد كنشعلو عليها الفوق، كتاخذ لينا تقريبا واحد 20 دقيقه باش طيب لينا. من بعد ما كطيب لينا الكفته، كناخذ واحد القطعه ديال الفخر كنشعلوها، وكنضيفوا لها واحد النقطه ديال الزيت، وكندخلوها الفران وكنسدو عليها تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. ومن بعد كنقدموا الكفته ديالنا بالصحه والراحه، كتجي لذيذه بزاف. نتمنى تعجبكم الوصفه، يمكن لكم ديروها توجدوها الوجبه ديال العشاء. وكانت هذه هي الوصفه ديالنا، كفته مشويه في الفران بالنكهه ديال الشواء على الفحم. نتمنى تعجبكم، وما تنساوش تخلوا لي لايك، والتعليقات ديالكم كتشجيع منكم. وإلا كنتي اول مره كتزور القناه، الى عجبك المحتوى ديال القناه ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بالفيديوهات الجداد.
وهكذا غنكون وصلنا لنهاية ديال الفيديو، نتلاقاكم فيديو آخر إن شاء الله، وبالسلامة عليكم.